اللي قاعدين نرى ابتداء من راس لفان ومسيعيد ودخان، هذه مناطق صناعية أساسية للبلد، فيجب ربطها لتسهيل نقل البضائع والتنسيق وزيادة الاستفادة من هذه المدن الصناعية اللي الدولة استثمرت فيها استثمار كبير. ميناء راس لفان معروف من أكبر المواني الموجودة في المنطقة بل في العالم، في بالذات في الغاز. أم سعيد قاعدين نبني أو راح نأتي إلى بنيان أكبر من كبريات المواني، وكذلك دخان. فلو ننظر إلى الربط الخليجي اللي راح يأتي من سلوة تقريبا تحت، يأتي إلى إما مسيعيد للشحن أو يطلع فوق مثل ما أنت شايف على الخارطة. بس عندي سؤال، إذا كنا نتحدث عن الربط الخليجي، المعتمد خليجيا ذات يعني نوعية سكك الحديد، أم أنه سيكون خليجيا موحد، أم أنه تستطيع قطر أن تنشئ شبكة بنوعية قطارات معينة تختلف عما ما هو موجود مثلا في السعودية أو في البحرين؟ لا، واضح أن في تنسيق في لجنة عليا على مستوى الخليج قاعدة تنسق في نوعية القطارات والوقود التي يستخدم في القطارات. لجان صار لها سنين تعمل وتنقل تقارير إلى القادة في مجلس التعاون. فمن السعودية إلى الدوحة مسؤولية جزء من شبكة سكك الخليج الخليجية داخل البلد هو اهتمام كل دولة على حدة. احنا بالنسبة لنا كان تنسيق على مستويات بالذات مع البحرين. فهذه المدينة التعليمية كيف تربط من ميناء من مطار الدوحة إلى المدينة التعليمية والأماكن الرئيسية مثل ما قلنا الخليج الغربي بوجود تمركز لبنايات يعني كثيرة، فكان من الضروري إيجاد وسيلة ثانية لوصول الناس لهذه لأعمالهم وقضاء حاجاتهم في هذه الأماكن بالذات الأعمال والسكن. مطار الدوحة بالنسبة لنا أساسي ورئيسي، كان تركيز سمو الأمير أن يجب أن ندعم مطار الدوحة بذات الطيران القطري بربطه بالبحرين مثل ما أنت شايف، لأن يعني في طيارات يعني يومية من البحرين إلى مطار الدوحة، فكان طلب من سمو الأمير إيجاد وسيلة ثانية سريعة طبعا إلى إيصال الناس من المنامة إلى الدوحة. الخط سيكون مباشر ما بين المطار إلى مملكة البحرين؟ نعم، في عندك محطتين من المطار إلى الخليج الغربي أو إلى مدينة التعليمية ومن ثم إلى البحرين. لو ننظر إلى المدينة التعليمية كمدينة تعليمية احتياج الناس فيها، عندك 10,000 طالب في المستقبل، 1,000 أكاديمي راح يكون فيه، 1,000 يعني عامل عندهم، فكم من الناس يحتاج توصيل إما نقلا من الدوحة أو من خارجها لاستفادة من المدينة التعليمية الموجودة في الدولة. تفاصيل المدينة التعليمية وين يمر الخط، الناقل الركاب الآلي اللي يمر داخل المدينة، وبالإضافة إلى اللونج ديستنس أو السكة اللي تمر من خلال المدينة التعليمية مرورا بشارع دخان وذهابا إلى البحرين. هذه صورة يعني عندنا عرض عن جميع تفاصيل المشروع بكل مدينة ومحطاتها سواء في جنوب الدوحة أو شمال الدوحة. إجمالي شبكة قطارات في قطر حوالي 650 كيلومتر إجمالي من شحن وخط سريع ومترو. 650، طيب أنت ذكرت لي قبل قليل أنه سيكون هناك 100 محطة سيحتويها هذا المشروع في قطر. مواقع هذه المحطات؟ مواقعها موجودة في رسم إيضاحي كبير. عندنا 4 خطوط للمترو بالذات. عندنا الخط الأحمر من راس لفان إلى أم سعيد مرورا بالدوحة، عندنا هذا الخط داخل الدوحة. هذا يشرح لك احتياج الدولة، سؤالك سابقا. نعم. هل الدولة تحتاج شبكة مثل هذه؟ نعم، بتنظر إلى 2026 تتكلم عن حوالي قريب 3 مليون سكان البلد، فمن الضروري أن نخطط الآن. الآن احنا ما بدأنا أي
أعمال إنشائية، فمن السهل أن ترسم رسمة ما راح يكون الشبكة عليه خلال السنوات القادمة. أفضل من نبدأ مشاريع متفرقة ومن ثم نزيل أو نلغي بعض الخطوط في المستقبل. طيب استراتيجية اختيار المحطات، أنت ذكرت كاتا فاونديشن، ذكرت لي محطات أخرى، لاند مارك، ذكرنا مطار الدوحة أيضا، أسباب اختيار هذه المحطات، وهل ستكون المرحلة الأولى مقتصرة فقط على المناطق مثلا الموجودة حاليا التي سنأتي على ذكرها، لاند مارك مثلا، منطقة الكاتر فاونديشن، منطقة الكورنيش، منطقة المطار، فقط هذه المناطق، منه سيكون هناك مناطق داخلية مثلا ويدخل في يعني الأحياء أحياء مدينة الدوحة؟ لا لا، كلها مربوطة. يعني أنت تنظر إلى، شوف هذه مثلا، هاي الخطوط تقريبا الأربعة اللي نتكلم عنها، الخط الأحمر مثل ما أنت شايف يربط شمال الدوحة بجنوب الدوحة مرورا بالوكرة ومن ثم مسيعيد. الخطوط الثانية إن شاء الله العرض يأتي بسرعة، أسمان هذا الخط الأصفر اللي يربط غرب مدينة الدوحة بالمطار وقلب الدوحة مرورا بكورنيش. الخط الثالث الأخضر اللي يمر بالمدينة التعليمية مرورا بالدوحة ورجوعا إلى جنوب الدوحة، والخط الأزرق الأخير له تقريبا موازي للسيرينج أو الدائري الثالث اللي يربط داخل الدوحة بالخليج الغربي ومرورا إلى المطار. يعني التوصل إلى هذه المحطات وهذه الخطوط، احنا بدأنا من الدراسة التي عملت من قبل التخطيط ووزارة البلدية، لأنهم استخدموا كثير من الاستشاريين ووجدوا أن هذه مقترحات موجودة فبدأنا منها، ومن ثم وجدنا أصلا التجمع السكاني، الازدياد، التطور، النمو اللي قاعد يصير في مدينة الدوحة يحتاج مثل هذه الخطوط. وفي طبيعة الخطوط لو تشوف الأربعة، ممكن خلال 20-30 سنة القادمة ممكن تمدها حسب احتياج التعداد السكاني اللي قاعد يصير في المناطق هذه. لكن تتحدث عن 651 كيلومتر يعني مسافة و98 حوالي 100 محطة، وأنت تتحدث عن منطقة تحت الأرض. ربما أيضا سندخل بعد قليل إلى تفاصيل البنية التحتية، يعني أين، ما هي المناطق التي سيمر بها هذا القطار من تحت الأرض؟ أنت تتحدث، هل سنعيد صياغة العديد من المشاريع التي تم إنجازها الآن ليتم الحفر لسكك القطار الجديد؟ هذه التفاصيل التي ما هي المناطق التي سيمر بها؟ دعنا نبدأ بهذا السؤال. هو ميزة القطارات أنها راح تعتمد على الشوارع الموجودة، فإذا كان عندنا الأندرغراوند أو حفر تحت الشارع تحت الأرض، فإحنا نتكلم تحت الشوارع حاليا، لن نزعج أي مبنى موجود أو برج موجود والناس تخيل راح نهدم ونزيل، لا، إحنا نتكلم عن استغلال الشوارع الحالية. بعض الشوارع اللي قاعدين ننسق مع أشغال فيها، ويعني لجنة عليا قاعدة تدير الموضوع، إذا احتجنا زيادة متر أو مترين أو ثلاثة أو أربعة يمين أو يسار، هذه نحتاج ننسق فيها الآن قبل أن هذه راح يريك عمق الحفر وعمق التفصيل المستويات المختلفة في الأرض. فلن يكون هناك إزالة مباني أو إزالة الأماكن المعروفة تحت الشوارع. إذا طلعت فوق راح نحاول قدر المستطاع ما يكون في الجزيرة اللي في نص الشارع أو على يمين الشارع. هناك علوية؟ نعم، جزء موجود علوي، لأن في احتياجات للبلد بالذات 2022، التكلفة تقل إذا أنت طلعت فوق الأرض، فمن الأفضل أن ندمج ما هو تحت الأرض في بالذات في قلب الدوحة، قلب مدينة الدوحة. لن نعمل أي شيء فوق الأرض، ولكن راح يكون تحت الأرض. أما في لما تطلع خارج الدوحة راح يكون على مستوى الشارع.
ابتداء من اي منطقه مثلا الخور دعنا نقول او باتجاه البحرين؟ قبل ما تطلع من الخور، قبل ما تطلع من الدوحه تقريبا، يعني تطلع فوق الشارع الخط السريع غالبا اللي جاي من سلوى مرورا بالدوحه غربا ورايح البحرين هذا كله فوق، باعتبار اصلا ايضا هذه المناطق خاليه. خاليه نعم، سيكون من السهل نعم عمل محطات، لكن في وسط نعم مدينه الدوحه نعم سيكون صعب باعتبار انه قيد